هذا واجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد رينتو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش عمل الجمعية العامة في نيويورك. وقد تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة بين البلدين وسبل دفعها وتعزيزها على الأصعدة كافة، بما يعود بالنفع على برامج التنمية ومستويات التقدم والتطور في البلدين. وتم التأكيد على مد جسور التعاون وتعزيز الأوجه التقارب بين البلدين ودعم كل ما من شأنه تنويع مجالات التعاون وزيادة التنسيق في المنظمات والمؤتمرات والمحافل الدولية.